بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات مدارس الأندلس الخاصة، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة هنتكلم عن درس المرايا للصف الثالث الإعدادي. درس سهل وجميل خالص هتقدمه معاكم مش شيماء، بقيادة مدير مدارس الأندلس الخاصة الأستاذ فوزي الطنوبي، وأتمنى إن هو ينال إعجابكم. دلوقتي طبعا قبل ما ادرس درس المرايا لازم اتعرف على بعض المفاهيم الخاصة بانعكاس الضوء. ليه؟ لان اصلا المرايا سطح عاكس، فانا هعرف الاول هو ايه انعكاس الضوء. انعكاس الضوء ده ارتداد الموجات الضوئية لما في نفس جهة سقوطها لما تقابل سطح عاكس. يعني انا اللي عندي ده السطح العاكس، لما يسقط عليه شعاع ضوئي هيرتد في نفس الجهة بتاعته. ليه؟ الشعاع الضوئي السقط اهو، لما سقط عليه شعاع ضوئي ارتد، لما سقط على السطح العاكس انعكس في نفس الجهة المقابلة. ايه هو السطح العاكس بقى؟ ده سطح مصقول او نصف مصقول، ممكن يكون مستوي او كري. يعني ايه مصقول او نصف مصقول؟ كلمة مصقول او نصف مصقول يعني السطح ده هوت يا جماعة ماله، السطح ده هوت ناعم وايه وبيلمع، يعني املس لامع. طب ايه هو الشعاع الضوئي الساقط؟ الساقط اللي انتوا شايفينه ده مجموعة من الاشعة بمثلها بخط ايه مستقيم وبتسقط على السطح العاكس. طب والمنعكس نفس الفكرة، مجموعة من الاشعة المنعكسة بمثلها بخط مستقيم. طب ايه عمود الانعكاس ده؟ ده خط وهمي اللي هو المنقط ده بمثله لانه خط وهمي وبيكون مكون من نقطة السقوط على السطح الايه العاكس. طب ايه زاوية السقوط؟ دي المحصورة بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام. وزاوية الانعكاس دي المحصورة بين الشعاع الضوئي المنعكس وعمود ايه المقام. طب يجي سؤال بيقول لي ما معنى ان زاوية سقوط شعاع ضوئي 40؟ معنى كده ان الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام بتساوي كام؟ 40. طبعا كل المفاهيم ديت احنا خدناها في سنة ايه تانية، بس بنراجع عليها عشان هي هتخص العدسات، لان المرايا اسوأ، لان المرايا هتعتمد على الايه الانعكاس. هنعرف بقى قانون الانعكاس في الضوء. برضو هعمل تجربة توضح لي قوانين الانعكاس في الضوء. زي ما انتوا شايفين بالادوات اللي قدامي كده، المراية المستوية والورقة والدبابيس والمسطرة. هبدأ اثبت المراية بشكل عمودي كده واعمل سقوط للاشعة وهشوف زاوية السقوط وزاوية الايه الانعكاس. كل اللي انا عايز اعرفه من التجربة ديت ان من خلال التجربة اللي انا عملتها هلاقي ان زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس. كمان ان شعاع الضوء الساقط والشعاع الضوء المنعكس، شعاع الضوء الساقط ده والشعاع الضوء المنعكس ده والعمود المقام كلهم بيقعوا جميعا في مستوى عمود واحد على السطح الايه العاكس. يبقى كل اللي انا عايز اعرفه هنا هراجع عليه برضو وانا واخداه في سنة تانية، ان زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس، ده القانون الاول. والقانون الثاني ان شعاع الضوء الساقط والشعاع الضوء المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط دول كلك بيقعوا جميعا عموديا على السطح الايه العاكس. طب لو جه سؤال علي ليه شعاع الضوء الساقط عمود على السطح العاكس بينعكس على نفسه؟ ليه؟ لو انعكس على نفسه لان زاوية السقوط هتساوي زاوية الانعكاس وبالتالي فهم هيساوي ايه صفر. دلوقتي بقى هناخد المرايا، دي كان اللي فات ده مقدمة للمرايا. دلوقتي هناخد المرايا. ايه هي المرايا؟ احنا خدنا ان هي سطح عاكس للضوء، قلنا كده في الشريحة اللي فات. بس انواعها ممكن تكون مستوية ممكن تكون كرية، يعني واخد شكل الكرة، والكرية دي لها ايه انواع، مقعرة او محدبة. بيقول لي انعكاس الضوء ليه دور مهم جدا في تكوين الصورة سواء كانت حقيقية او تقديرية. ايه اللي يعرفك ان الصورة اللي بتدرسها دي صورة حقيقية؟ قال لك الصورة اللي يمكن استقبالها على حائل هتبقى صورة حقيقية. يعني ايه؟ يعني اما اخد صورة بالتليفون كده واروح اطلعها من الكمبيوتر هلاقي صورتي بكامل تفاصيلي، يبقى دي صورة ايه حقيقية. لكن صورة المراية لما ابص فيها واشيلها وشيل المراية من قدامها هلاقي صورتي، هعرف اخدها واستقبلها من على المراية؟ لا، يبقى دي مش صورة ايه حقيقية. يبقى الصورة الحقيقية هي اللي يمكن استقبالها على حق، لكن الصورة التقديرية دي اللي ما اقدرش استقبلها على ايه
على حق. طب الصورة الحقيقية بتنشأ من ايه؟ دي اللي بتنشأ من تلاقي الأشعة المنعكسة في المراية. أمال التقديرية من تلاقي الامتدادات. يبقى الحقيقية من الأشعة نفسها، من تلاقي الأشعة نفسها، لكن التقديرية من تلاقي الامتدادات المنعكسة في الايه؟ في المراية. طب يا ترى خصائص الحقيقية ديت، الصورة الحقيقية ايه؟ قال لي دايما بتكون مقلوبة قدام المراية. طب والتقديرية؟ قال لي دايما بتكون معتدلة خلف الايه؟ المرآة. يبقى ده كده عرفنا الفرق بين الصورة الحقيقية والصورة التقديرية. دلوقتي بقى هناخد نوع، اول نوع من المرايا المستوية، اللي هو اول نوع من المرايا، وهي المرايا الايه؟ المستوية. عشان اعرف خصائص الصور المتكونة باستخدام المرايا المستوية، انا هعرف هجيب تجربة، هجيب ورقة واكتب عليها حروف او اسم مثلا، واثبت المراية واحط المراية بالشكل بالورقة قدام المراية بالشكل ده. ايه اللي هلاحظه بقى؟ هبص الاقي ان الصورة تقديرية. يعني ايه تقديرية؟ يعني بمجرد ما بشير الورقة من عليها ما بلاقيش الصورة. كمان الصورة معتدلة، يعني شكلها مش مقلوب، معتدل. كمان مساوية للجسم، يعني يعني كل ما اقرب الصورة من المراية الصورة توضح وبعيدها تبعد، والصورة باينة قدها بالظبط، لا اكبر ولا ايه اصغر. معكوسة الوضع بالنسبة للجسم، يعني ايه؟ يعني الكلام واضح، معكوس، متشقلب يعني. طيب الحتة المهمة بقى اللي بتيجي منها المسائل، بعد الجسم عن المرآة بيساوي بعد الصورة عن المرآة. لان لسه كنت بقولها مساوية للجسم، يعني كل ما اقرب من المراية صورة الورقة تقرب في المراية، وكل ما ابعد بالورقة عن المراية صورة الورقة تبعد في الايه؟ في المراية. يبقى نفس المسافة. لو هنفترض ان بين الورقة والمراية 5 سنتي، يبقى بين صورة الورقة والمراية 5 سنتي. يبقى البعد بين الجسم والمراية بيساوي البعد بين الصورة والايه؟ والمراية. كمان بيقول لي ان المستقيم الواصل بين الجسم وصورته بيكون عمودي على السطح الايه؟ العكس. لو انا خدت مستقيم من عند الجسم كده لغايه صورته، هيكون طبعا عمودي على السطح الايه؟ العكس. والفكره بتاعت المرايه المستويه ده بتدينا فكره برضو للايه؟ لعربيه الاسعاف. ليه بتكتب عربيه الاسعاف، كلمه اسعاف مقلوب على عربيه الاسعاف؟ حتى يراها السائق في الطريق معتد في المراه بتاعته معتدله، فيسرع باخلاء الطريق لها. دلوقتي بقى نتعرف عن الفرق بين البؤرة الحقيقية والبؤرة التقديرية للايه؟ للمرآة. من الرسمة اللي قدامك، النقطة بتاعة تلاقي الأشعة المنعكسة، الأشعة نفسها دي هتكون بؤرة ايه؟ حقيقية، وبتكون دايما أمام السطح العاكس في المراية المقعر، وأقدر استقبلها على ايه؟ على حائل. طيب البؤرة التقديرية دي اللي بتكون تلاقي امتداد الأشعة، يعني الأشعة بتاعت الأشعة المنعكسة، ودي بتكون دايما في المراية الايه؟ المحدبة، وديت بتكون خلف سطح المرآة المحدبة، وما اقدرش استقبلها على ايه؟ على حاجة. الفرق بينهم واضح وجميل، ودايما في المقارنات اللي زي ده بتكون ايه؟ عكسها. تمام. يبقى عرفنا الفرق بين البؤرة الحقيقية والبؤرة التقديرية، دي نقطة تلاقي الأشعة، لكن دي نقطة تلاقي امتداد الأشعة. تمام. هروح دلوقتي بقى للمفاهيم الخاصة بالمراية الكرية. انت قلت عندك نوعين من المراية، مراية مستوية ومراية كرية. قلنا المراية الكرية في منها نوعين، في محدبة ومقعرة. هناخده بقى دلوقتي اصلا المفاهيم الخاصة بالمراية الكرية. في حاجة اسمها مركز تكور المرآة. مركز التكور اللي انتوا شايفينه على الرسمة ده هو ايه؟ هو مركز الكرة اللي تعتبر المرآة جزء منها. طب ايه قطب المرآة؟ اللي برمز له برمز قاف، ودي نقطة وهمية في سطح العاكس للمرآة. طب ايه نصف قطر التكور؟ ده نصف قطر الكرة اللي تعتبر المرآة جزء منها، او المسافة بين المركز التكور واي نقطة على السطح. الحتة المهمة بقى، ايه هو المحور الاصلي للمرآة؟ ده قال لي هو المستقيم المار بمركز تكور المرآة وقطبه. ده المستقيم المر بمركز تكور المرآة وايه؟ وقطبه.
طب ايه هو المحور الثانوي للمرآة؟ ده اي مستقيم بيمر بمركز التكور واي نقطة على سطحها ما عدا القطب. يبقى الفرق بين ده المحور الاصلي وده محور ايه؟ ثانوي. يبقى اللي يمر بالمركز والقطب بقول عليه محور ايه؟ اصلي. لكن اللي يمر بالمركز واي نقطة ما عدا القطب بقول عليه محور ايه؟ ثانوي. طب والبؤرة الاصلية؟ احنا قلنا الاصلية نقطة تلاقي الاشعة المنعكسة ايه او إيه امتدادها. طيب البعد البؤري بقى، البعد البؤري المسافة بين البؤرة وقطب الايه؟ المرآة. والمفاهيم دي مهمة جدا وبتفيدنا في حل الايه؟ المسائل. دلوقتي بقى هنوضح ايه هو البعد البؤري للمرآة المقعرة اللي احنا هنشتغل ايه عليها. هجيب مرآة وحائل ونضع المرآة المقعرة في مواجهة الشمس عشان تجمع لنا الايه؟ الاشعة. ونفضل نحرك الحائل قربا او بعدا من السطح الايه؟ العكس، لغاية ما نحصل على نقطة مضيئة ديت فتكون هي بؤرة الايه؟ المرآة. ونقيس بقى المسافة بين البؤرة والحائل. المسافة اللي تطلع ده بسمها الايه؟ البعد البؤري، لانها بتكون المسافة بين البؤرة وقطب الايه؟ المرآة. هستنتج من كده ان البؤرة الاصلية هي نقطة تلاقي الاشعة المنعكسة على المرآة المقعرة. طب ايه هو البعد البؤري؟ هي المسافة بين البؤرة الاصلية وقطب المرآة. ولو لاحظنا هنلاقي ان البؤرة هتكون في منتصف المسافة بالظبط بين قطب المرآة ومركز التكون. ومن هنا هقدر استنتج العلاقة بين قطر نصف قطر التكور والبعد البؤري، اللي هي ايه العلاقة؟ بيقول لي العلاقة هنا كانت ان نصف قطر التكور بيساوي ضعف البعد الايه؟ البؤري، يعني قده كم مرة؟ مرتين. ومن هنا اقدر احسب لو نصف القطر ب20 يبقى البعد البؤري ب10. طب لو البعد البؤري ب15 يبقى نصف القطر 30. ودي المسائل اللي طبعا مهمة جدا، الارشادات اللي بتعرفنا حل المسائل بتاعت الايه؟ المرايا. هنعرف بقى مسار الاشعة الساقطة او المسارات بتاعت الاشعة الساقطة على المرآة المقعرة اللي احنا نشتغل عليها اساسا في المرايا. ايه هي؟ بيقول لي والله لو الشعاع، احنا نشتغل على المرآة المقعرة هي. ده اسمه المحور الايه؟ الاصلي. لو الشعاع الضوئي ساقط موازيا للمحور الاصلي فانعكاسه هيكون مار بالبؤرة. يعني لو ساقط موازي للمحور الاصلي فانعكاسه هيكون مار بالايه؟ بالبؤرة. طب لو العكس بقى، لو ساقط مار بالبؤرة هيبقى العكس برضه، يعني عكس موازي للمحور الاصلي. طب لو الشعاع الضوئي الساقط ده مر بمركز التكور هينعكس على نفسه، يعني لا ملوش دعوه بالمركز، ملوش دعوه بالمحور الاصلي ولا الايه؟ البؤر. التلات مسارات دول مهمين جدا عشان اما اجي ارسم واتعرف على خواص الصوره اللي مستخدمه للمرآه الايه؟ المقعره. نيجي بعد كده بقى نتعرف على خواص الصور المتكونه باستخدام المرآه الايه؟ المقعره. اول حاجة لو كان الجسم بعيد جدا، يعني ايه بعيد جدا؟ يعني الاشعة ساقطة متوازية وموازية للمحور الاصلي زي اللي جاية من الشمس. يا ترى الرسمة بتاعتها هتكون ازاي؟ انا هرسم الاشعة كلها متوازية وموازية للمحور الايه؟ الاصلي. طب انت كنت واخد وقايل ان لما يكون الشعاع الضوئي ساقط موازي للمحور الاصلي انعكاسه هيكون مر في الايه؟ في البؤر. طب لما يبقى كلك متوازيين يبقى كلك هينعكسوا في الايه؟ في البؤر. طب الصوره اللي طالعه هتكون ايه؟ قال لي هتكون صغيره جدا جدا، عباره عن نقطه اللي هي الايه؟ البؤره. والصوره كده مش هتكون واضحه. طيب هنحرك الجسم بقى ونقرب شويه من مركز الايه؟ التكون. لو كان الجسم على بعد اكبر من ضعف البعد البؤري، ايه هو ضعف البعد البؤري ده؟ مش انت خدنا في الشريحه اللي فاتت ان البعد البؤري ان نصف القطر، نصف قطر التكور اللي هو المركز ده هو بيساوي ضعف البعد البؤري؟ يعني ممكن اقول على المركز ضعف البعد البؤري. يبقى الجسم لو على بعد اكبر من المركز اللي هو ضعف البعد البؤري، يا ترى الصورة هتكون ايه؟ الجسم هعمله بالرسمة زي ما انتم شايفين كده، وهسقط شعاع ضوئي موازي للمحور الاصلي، انعكاسه هينعكس مارا بالبؤرة.
طيب هنسقطش شعاع ضوئي بقى مر بالبؤرة، هينعكس موازي للمحور الأصلي. مكان التقاء الشعاعين النقطة اللي هيتلاقي فيها الشعاعين ديت الصورة. طب بعرف الصورة ازاي؟ مكان التقاء الشعاعين. يا ترى خواص الصورة دي ايه؟ يعني اما اجي اوصفها هقول ايه؟ قال لي والله كل اللي امام المرآة بقول عليه حقيقي. الصورة حقيقية يعني اقدر استقبلها على ايه؟ حائل. طيب بتكون مقلوبة، ايه اللي بيعرفني ان هي مقلوبة؟ قال لي كل اللي تحت المحور الاصلي مقلوب. طب مصغرة، هعرف مصغرة منين؟ انا باخد المركز التكور اللي هو ضعف البعد البري ده مقياس، لو كانت قبله فالصورة مصغرة، لو كانت عنده فالصورة مساوية، لو كانت بعده فالصورة ايه؟ مكبرة. طب هي دلوقتي قبله يبقى الصورة مصغرة، حقيقية مقلوبة مصغرة بين البؤرة ومركز الايه؟ التكور. نروح بقى لو قربنا بقى حركنا الجسم شوية ناحية مركز التكور وبقى عند المركز، دايما حط ايدك وبنقولها على طول، اذا كان الجسم اكبر فالصورة اصغر، الجسم مساوي فالصورة مساوي، الجسم اقل الصورة اكبر. كل ما هي تتحرك لنحو مركز التكور، كل ما الجسم يتحرك لنحو مركز التكور الصورة تبعد عن مركز الايه؟ التكون. طب لو الجسم على بعد بقى يساوي ضعف البعد البؤري، الصورة هتكون على بعد يساوي ضعف البعد البؤري بنفس مسار الأشعة الصقر. طب خاص الصورة ايه؟ حقيقية مقلوبة مساوي. تمام كده؟ فيش أسهل من كده أظن. نتعرف بقى على بقية الخواص، ولو الجسم اتحرك بقى بعد ما كان عند المركز بقى على مسافة أكبر من البعد البؤري وأقل من ضعف البعد البؤري، يعني بقى بعد من المركز، لو سقط موازي ينعكس مارا بالبؤرة، طب لو سقط مار بالبؤرة ينعكس موازي. فين مكان تلاقي الأشعة؟ النقطة اللي هي بعد المركز التكون. طيب قصائص الصورة، قدام العدسة حقيقية، تحت المحور مقلوب، بعد المركز مكبرة، يبقى الصورة حقيقية مقلوبة مكبرة. نروح بقى لو عند الجسم على بعد أقل من ضعف البعد الإيه؟ البؤري. هنا في الحالة دي بقى لو سقط موازي ينعكس يعني مارا بالبؤر. طب في الحالة دي هينفع يسقط مر بالبؤرة؟ لأ، في الحالة ديت لو سقط بمركز التكور ينعكس يعني على نفسه. طيب في الحتة دي بقى هيتكون صورة؟ لأ، قال لي مش هيتكون صورة، امال هيكون ايه بقى؟ قال لي الصورة هنا هتكون، الصورة هتتكون فعلا بس خلف الايه؟ المرآة، وهتكون تقديرية معتدلة مكبرة. في جزء انا نسيته، لو الجسم عند البؤرة مش هتتكون صورة خالص. ليه؟ لان الاشعة هتسقط متوازية ومش هيحصل لها التقاء، وهتكون الاشعة ايه؟ غير متقابلة، فمش هتتكون ايه؟ صورة. هنعمل تجربة توضح برضو ازاي اعرف نصف قطر تكور الايه؟ المرآة، بقى باستخدام مرآة مقعرة وحامل للمرآة وصندوق بيه ثقب ومسطرة. هضع اهو الحامل قدام الثقب وحرك المراية اقربها وبعد لغاية ما احصل على صورة مساوية للثقب، وقيس المسافة بين المراية والثقب. هبص الاقي ان المسافة، ان نصف قطر التكور ده المسافة بين المراية والايه؟ والثقب. يا ترى ايه هي استخدامات المرآة المقعرة؟ المرآة مهمة جدا في حياتنا، بنستخدمها في كشاف الجيب اللي هو بيعكس الضوء، بستخدمها في المصابيح الأمامية للسيارات، بستخدمها في الفنارات، بستخدمها في الميكروسكوبات اللي هو الميكروسكوب الضوئي، بستخدمها في حلاقة الذقن، بستخدمها في الرؤية نفسي ان انا اشوف نفسي واظبط لبسي، في كل الحاجات دي. دلوقتي بقى احنا كده خلصنا خواص الصورة المتكونة باستخدام المرآة المقعرة، هنتعرف على خواص الصورة المتكونة في المرآة الايه؟ المحدبة. الصورة اللي متكونة باستخدام المرآة المحدبة ديت هتكون ايه؟ قال الصورة دي دايما
هتكون تقديرية معتدلة مصغر مهما كان بعد الجسم عن الايه عن المرآة، يبقى احفظها. ودي من الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات دايما، هي الصورة المتكونة باستخدام المرآة المحدبة بتكون ايه؟ تقديرية معتدلة مصغر. ويا ترى ليه بقى انا بستخدم المرآة المحدبة؟ المرآة المحدبة بستخدمها على يسار السائق عشان تكون لي صورة تقديرية معتدلة مصغرة. تقديرية انا مش بقدر استقبلها على حالي، ومعتدلة هتجيب لي الصورة واضحة، مصغرة هتصغر لي اللي ورايا فتعرفني ده عربية نقل، هتعرفني ده موتوسيكل توك توك اي حاجة، فتكشف لي الطريق ايه خلفها. طبعا دي مسألة عن المرآة، ازاي احلها. بيقول لي جسم طوله 5. وبكده نكون خلصنا درس المراية. ان شاء الله هعمل لكم فيديو ليوضح شرح المسائل الواحدة، لان مش هقدر اوضحها او هتحكم في القلم بتاع الكمبيوتر، فهعمل لكم فيديو بالورق او القلم كده نحل اكبر قدر من الايه من المسائل. كانت معكم مس شيماء علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم على خير ان شاء الله.